اهلا بك. دعينا فقط نشير الى العواجل. على ما يبدو ان هناك رشفه صاروخيه الى اصبع الجليل او منطقه المصلي تحديدا، لان سفارات الانذار الان في هذه اللحظات تدوي في هذه المنطقه في منطقه المصلي والجليل الاعلى او اصبع الجليل تحديدا. هذه المنطقة التي يتم استهدافها بشكل متكرر، خاصة وأن منطقة المصلي بالأساس هي مستوطنة تم إخلاعها بشكل كامل منذ بداية التصعيد. الآن يتواجد فيها فقط الجنود العسكريين والعتاد العسكري وما إلى ذلك. لنتابع أيضا بعد ذلك إذا كان هناك أي معلومات بخصوص هذه الرشقة الصاروخية. أما بخصوص العملية ضحى قبل قليل، ما زالت الأعداد كما هي، 45 إصابة بجراء طبعا عملية هذه الدهس في مفرق جليلوت، 5 إصابات خطيرة، 6 إصابات متوسطة و